قاتل العملية لكن السياسية. لكن هو مو سلك قريب يعني. أكو شخصيات أخرى كانت أم واقفة على هاي المنصات ورجعت لذلك العملية السياسية. لذلك يعني قلت لي تم تبنيته وقلت لك أنه مو بس هو يعني عندنا مشاهد كثيرة ومواقف كثيرة تشبه حالة السيد الكريم. فكانت جلسة مجلس النواب فيها الكثير من الاعتراضات واللغط والملاحظات تجاه شخصية الكريم، وليس لأن مثل ما تفضلت قبل قليل مجلس النواب رئاسة مجلس النواب هي محصورة للأخوة السنة. نعم. فما يعني لو أن غير شخصية الكريم كانت مطروحة لكان الأمر ربما يكون طبيعيا وتأتي مثل ما يعني جاءت كابينة السيد محمد الشياع السوداني في الجلسة التي تم تسمية كابينته والتصويت عليه، جاءت سلسة وجيدة ومتفق لأن هذا الرجل ليس هناك عليه شبهات ولا مثير للجدل. فكانت الجلسة يتذكرها العراقيون يمكن أول جلسة بمجلس النواب لاختيار الكابينة الوزارية كانت سلسة وبهذه الطريقة يعني حصلت على إجماع من الكتل السياسية بغض النظر عن المكونات وغيرها. لكن للأسف شخصية شعلان الكريم هي التي جعلت من مجلس النواب يكون بهذا الطريق. أنا لا أدعي بأن جلسات مجلس النواب السابقة كانت مثالية ونموذجية، لا، كانت يعني تشوبها بعض المشاكل، لكن هذه الجلسة وشخصية شعلان الكريم هي التي جعلت من الأمر غريب جدا. وبصراحة بعد يعني بعد عقد الجلسة ظهرت هناك أسماء مصوتة للسيد الحلبوسي، عفوا للسيد الكريم، بأنهم قبضوا الأثمان للأسف مقابل أنه يصوت للكريم. والحمد لله أنا شخصيا ضد هذا المبدأ، أنه أولا الفساد السياسي أن تدفع لنائب في البرلمان بحجم. وثبت هذا الموضوع 100% أكثر النواب الموجودين يعني أحد النواب وكنا شفناه في أحد القنوات قال أنا الموظف الموجود في مجلس النواب أعرفه جيدا وجاء يتنقل بين النواب يعني أعضاء مجلس النواب بطرح مبالغ معينة لهم. يعني قال أنا باكر عقبة إذا المحكمة الاتحادية أو شعلان الكريم اشتكى علي أنا متعهد أنه أسمي الموظف اللي إجانا. زائد مجموعة من النواب الأخوة والأخوات النواب قالوا أنه المبلغ كذا، بل أنه البيوت كانت قبل عقد الجلسة، ما أريد أطيل على الموضوع، كانت يعني البعض النواب والنائبات تتنتقل بين يعني منازل النواب لغرض يعني استمالتهم بالمال لغرض التصويت لشعلان الكريم. لو انا كنت بديل لشعلان الكريم وكانت هذه يعني هذه الجعجعة وهذه الفوضى صارت لانسحبت. انت تبقى عضو مجلس النواب واحتفظ بهذا الامر، هذا الامر ما يقلل من شأنك، لكن ان تكون بهذه الطريقة يعني انا ادعو السيد الكريم ومن يعني كان يدعمه لغرض الحصول على هذا المنصب. الاخر استاذ محمد الاخر يقول لك يعني هذا ما يفرزه الجمهور، يعني هاي القاعدة الجماهيرية اللي بالمناطق الغربية هم يعتبرون مثل هاي الشخصيات يعني تستحق انه تكون بهذا المنصب، يعني هذا ما افرزه جمهور الاخوة السنة. يعني العفو استاذ، قبل الجلسه اللي رشحوا اخر ثلاثه السيد المشهداني والسيد هو ايش قد صار للكريم صار لثلاث دورات من 2010 لحد الان. يعني ليش بهذا التوقيت عند ما تم شوف استاذ راح اجيب لك مثال اذا تسمح لي. بعض الموظفين اللي كانوا بالاجهزه القمعيه يعني حصلوا فرصة أنه يبقون بالدولة موظفين بالدولة، لكن طمعهم بالإفادات وبعض المناصب هذا راح يحرك عليهم القانون. بالقانون استاذ الكريم من تيد السافة في مؤسسة حكومية لازم تتعرض أنه تروح المساءلة والعدالة. من يكون المساءلة عليه يقولك أنه أنت بالمساءلة راح المشكلة راح يخسر يعني وظيفته. أنا ما أحكي لك عن شعلان الكريم، أتحدث عن موظفين. نعم. أقعد أنت الحمد لله والشكر الدولة ما اقتصت منك ولا عاقبتك ولا انتقمت منك، أقعد واسكت وأخذ راتب وجيد والحمد لله والشكر، هاي الديمقراطية. أنت ليش تريد إلا تطلع أنت نفس الشيء شعلان الكريم، أنت يعني وضعك وضع بشبهات، يعني شبهات بعثية وشبهات مواقف مع الأعداء مع الإرهاب مع داعش مع المنصات التي عادت إلى العراق يعني إلى المربع على وخلي مع الإرهاب عنده مواقف طبعا مع الإعداء. هي المنصات إيش كانت؟ مو نقطع رأس ونقيم الحدود يعني هاي ردة فعل شعبية. لا إيه؟ كان هو قائد من قادة، يعني ما أريد أطيل يعني هذا الموضوع ما يستحق أن نطيل. لا مو تنبه الإرهابية يعني مثلا ثبت عليه أنه مشارك بعملية إرهابية
ترابية أستاذ الكريم، يعني عملية أمنية أستاذ الكريم، المواطن هذا المقصود به المواطن، لكن هذا الجمهور يقول لك كل الجمهور طلع، أنا شيل الجمهور كله.